بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة إن شاء الله يا شباب هنتكلم على الكاتشمنت ديلينيشن أو الوتر شيد ديلينيشن باستخدام برنامج الأرك برو. وكان معظمكم بيستخدم برنامج الأرك ماب وبعضكم بيستخدم الأرك برو وظهر له مشاكل، فعايزين نشوف الديلينيشن باستخدام برنامج الأرك برو إزاي الفلو إكسكيوشن ممكن يبقى مظبوط لحد ما نوصل لإن إحنا نطلع الكاتشمنتس اللي بتهاجم موقع الدراسة بتاعنا. هنبدأ إن أنا فتحت البرنامج بتاع الأرك جي إس برو بتاعي، وهقول له ان انا عايز اكريت نيو ماب. هسيرف لحد الباث اللي انا عايزه. انا هنا كنت عامل شورت باث على السي على طول كبارتيشن اسمه جي بي جراديويشن بروجكت، فولدر اسمه جي اس، هيبقى في مجموعه من الفولدر جي اس دي دبليو جي ريبورت المودلز بتاعتنا ايا كان. انا مسميه هنا الفولدر اللي انا هشتغل عليه هو الجي اس. هقول له اوكي جوه السي في الجي اس. اوكي هشتغل على الباث ده، وليكن اسمي الفولدر بتاعي ترايل 1، مش محتاج كرييت نيو فولدر، هو خلاص هيكرييت لي البروجكت بتاعي جوه الباث ده. اقول له اوكي. لو رحت الباث ده هلاقيه ان هو بدأ بيكريت الملفات الخاصة بالمشروع. هتلاقي كاريت دوكيمنت اسمها او ماب دوكيمنت الاكستنشن بتاعها دوت اي بي ار اكس، غير الارك ماب كان ام اكس دي اسمها ترايل 1 بنفس الاسم اللي احنا قلنا عليه. التيف ده هو التيف اللي انا كنت منزله من على موقع اوبن توبوجرافي للناسا ديم، احد مصادر الديجيتال اليفيشن مودلز، وهو ده اللي انا منزله. طبعا هو بروجكتد غير مسقط، محتاج ان انا ابدا اول خطوه اعمل له اسقاط. لو انا عملت له دراج اند دروب، او كان ممكن برضو بدل ما اعمل دراج اند دروب ادوس اد داتا، يعني اجي هنا في ماب واقول له اد داتا واروح له ادوس عليه هي ممكن برضو استعرضه السيمبولوجي بتاعته بشكل معين بحيث ان انا ابقى شايف عارف فين العالي وفين الواطي، حاجه يعني كلر باليت بالنسبه لي يكون اوضح. وليكن مثلا الكلر باليت دي اعمل لها انفرت، اقول له وريني العالي مثلا باللون اللي يبقى براونش والواطي ناحيه السي باللون البلو دارك بلو. اوكي لو دوست عليها دبل كليك او رايت كليك بروبرتيز هلاقي ان هو في السورس، هلاقي ان هي مش بروجكتد، هي ده في جي اس 84. فابدا اول حاجه ان انا اعمل بروجكشن، هاجي في الجيو بروسيسنج، ولو مش ظاهر الجيو بروسيسنج هاجي هنا في الاناليسز هدوس تولز هيبدا يظهر لي نفس القايمه، يا اما لو انا عارف مكان الكوماند او التول اللي انا هستخدمها ممكن اوصل له، او لو انا مش عارف جاست يكفيني ان انا ممكن اعمل السيرش بتاعي في السيرش بار اللي فوق واوصل لي الحاجه بتاعتي. طيب انا ممكن هنا اكتب على طول الكوماند بتاعي اللي انا عايزه، اكتب بروجكت بروجكت راستر. اوكي الانبوت راستر بتاعي هو ده، الاوتبوت بتاعي الحقيقه ممكن اختاره وليكن مثلا الباث ده واسميه مثلا ديم بروجكتد دوت تيف، عايزه يخرج بصيغة تيف. لو سبته هيخرج بصيغة جراد، لو ما دوستش دوت تيف هيخرج بصيغة جراد على طول. الكورنت سيستم ممكن اختار ان هو يبقى بنفس الكورنت سيستم اللي كان موجود الجينيريك، او ان انا ادوس على الورلد ماب دي. لو انا عارف الـ EBSG كود ممكن اكتبه 32634 انا حافظه، ده بيجيب لي الكود المقابل للويبسايت اللي انا هشتغل عليه. انا هنا منطقة الدراسة بتاعتي في المثال اللي انا بشرح عليه هو UTM Zone 34 عند الساحل الليبي، منطقة درنا وما حولها تحديدا، فالكود بتاعها هو ده، دي في UTM Zone 34 Northern Hemisphere. كان ممكن برضو اوصل لها من هنا كده ان انا اجي اختار الجيوغرافيك بروجكتد يو تي ام دبليو جي اس 84 وبعدين اوصل لي المكان بتاعها، بس لو انا حافظ الكود كان هيسهل عليا المأمورية شوية. تمام فاقول له اوكي ده كده البروجكشن اللي انا عايزه، وباقي الحاجات اسيبها زي ما هي، انا مش محتاج اعمل حاجة تاني، مجرد بس ان انا اقول له ران. ساعات بحتاج ان انا ادوس عليها دبل كليك يعني عشان يران. المفروض ان هو كده خلص. لو جينا بصينا على السورس نتأكد ان هو مظبوط، هو هنا زون 34 فاوريدي هو عمل له بروجكشن بشكل مظبوط، مفيش مشاكل كل حاجة كده كويسة.
عند النقطة دي بقى أنا بحب إن أنا يعني ده الفلوسفي بتاعتي، إن أنا أخلي الفلو اكسكيوشن كويس، ما يحصلش أي ايرورز، أو يبقى فريندلي يوزنج السوفت وير. يعني بحب إن أنا أقفل خالص، ما أعملش حتى سيف، وأفتح فايل جديد هدراج أند دروب الفايل اللي هو اسمه ديم بروجكتد اللي أنا اطمنت إن هو مظبوط ده، وهمسح كل حاجة تاني خلاص أنا لو أنا مش محتاجهم يعني، وهفتح الأرك برو تاني وهكريت ماب دوكيمنت تانية واحط فيها اول حاجه هو الفايل بتاع التيف ده عشان يقرا الفيو فريم نفس الكوردينيت سيستم من اول فايل بيتحط فيه. كان ممكن طبعا انا اغير الفيو فريم بتاعي او اغير الكوردينيت سيستم بتاعه مانيوال، بس ده في بعض الاحيان ممكن يعمل بعض المشاكل، او على الاقل كان بيعملها في الارك ماب الايه القديم. طيب هسمي هنا المشروع وليكن مثلا ليبيا، او ممكن اسميه ديرنا باعتبار ان مثلا انا مهتم بالوادي اللي في المنطقه دي. في الجي اي اس اوكي، انا هنا عايز الباث اللي انا قلت عليه ده اللي هو سي جراديويشن بروجكت جي اي اس، مش محتاج كاريت فولدر، كاريت لي الماب دوكيمنت بتاعتي في الباث ده اوكي. وهبدا يا اما اعمل دراج اند دروب للفايل اللي اسمه ديم بتاعي ده، يا اما هعمل له دراج اند دروب بالمنظر ده وادخله، يا اما ان انا هقوم جاي هنا دايس اد داتا من ماب اد داتا واوصل له برضو ايه واعمل له اد برضو. ممكن اغير السيمبولوجي بتاعته، انا بقول له ابني بيلد بيراميدز حاجات ليها علاقه بالازهار يعني بتاعه الدم، وكالكوليت الاستاتستكس المينيمم والماكسيمم والمين والحاجات دي، اظهرهولي برضو بكالر باليت معينه وليكن مثلا دي، وابدا شويه الخطوات بتاعتي. الحقيقه انا ممكن اعمل دلينيشن باستخدام برنامج باستخدام التول بوكس بتاع الارك هيدرو البرو، او ممكن اعمل كده برضو باستخدام السبيشال اناليست تول بوكس اللي هو هنلاقيه هنا، هنلاقي تحتيه جواه في فولدر اسمه هيدرولوجي هو ده، واشتغل نفس الخطوات اما من ده او من الارك هيدرو تولز. ممكن استخدم الارك هيدرو تولز لان هو احنا هنحتاج الحقيقه فيه لونج فلو باث مش موجوده في الهيدرولوجي فولدر اللي موجود جوه السبيشال اناليست تولز، فخلينا نشتغل على الارك هيدرو برو ونشوف امتى محتاجين ان احنا نستخدم اي كوماند من اي حته تانية عشان الفلو بتاعنا يبقى ماشي مظبوط. انا هنا هاجي في الارك هيدرو، هاجي في الترين بروسيسنج، هاجي في الدم مانيبيليشن، وهقول له ان انا عايز اعمل فيل سينك للدم بتاعي، وهلاقيه ان هو زي ما احنا متعودين كريت لي فولدر اسمه لايرز، هو بقى من نفسه شغال وهيعمل تيف فايل اسمه فيل من نفسه، مش هعمل اي حاجه، هقول له بس ران. تمام هو كده شغال، هنلاقي ان هو حاطط لوك على الفيل، اما بيخلص بيشيله بيقول ان هو completed. الخطوه اللي بعدها flow direction، الهايدرو ديم بتاعي هو الفيل، الاوتبوت مش محتاج اعمل اي حاجه فيه، دبل كليك على ران عشان يعمل اكسكيوت. الخطوة اللي بعدها ممكن ابدأ اوصل لها، هو لما يخلص هنا هيقول لي ان هو خلص وهيضيف اللاير اللي اسمها فلو دايركشن. اه هو كده خلص الفلو دايركشن راستر بتاعتي هي الاف دي ار، وهو هيخرج لي تيف فايل اسمه فلو اكيوميليشن. هو كده شغال، ممكن ان انا اسيبه كده شغال وانا ببص عليه بعيني، وبعد كده المفروض بعد فيل سينكس فلو دايركشن فلو اكيميليشن هنبدا بعد كده ان احنا نقول له عايزين نعمل ستريم ديفينيشن. اوكي هو خلص ستريم ديفينيشن، عايزين الفلو اكيميليشن. والحقيقه لو انا عايز اظهر الكاتشمنتس الكبيره او الاحواض الكبيره اللي بتؤثر على الساحل الليبي، هقول له مثلا انا عايزك تظهر لي ستريم لما يكون بيرمي عليه اكتر من 50 كيلو، على يعمل ابديت اوريدي لي النمبر اوف سيلز تو ديفاين ستريم اوتوماتيك، هيكريتها في نفس المسار. اوكي ممكن لو دوست كنترول ودوست على الصح دي هيبقى قفل لي كل اللايرز، وكنترول على الكولابس دي هيقفل لي كله، وابدا اشوف ايه بدا يظهر عندي الستريمز بشكل اوضح، الستريمز بدات تظهر.
وعند بداية كل ستريم أنا عارف إن بيرمي على النقطة دي تحديدا هنا في الأب ستريم بتاعها 50 كيلو، كل النقاط دي بدايتها بيرمي عليه 50 كيلو. تمام. بعد ستريم ديفينيشن هنعمل ستريم سيجمنتيشن، يعمل لي لينكج ما بين الستريمز وبعضها، مين بيرمي على مين وكده، باستخدام الفلو دايركشن، ويطلع لي لاير اسمها ستريم لينك. دول كده هسيبهم اوبشنال، ولو انا محتار في حاجه ودوست عليها الحقيقه ان هو المفروض ان هو يظهر لي الكلام بتاعها او المعلومات بتاعتها. لو انا مش عارف التول دي اصلا، ممكن لو دوست على علامه الاستفهام هلاقي ان هو فتح لي صفحه نت ويشرح لي بالظبط التول دي عامله ايه، وايه الفاريبلز بتاعتها، وايه الارجيومنتس بتاعتها، وازاي ان انا استخدمها. يعني خليه يفتح على مهله. تمام. يبقى احنا الستريم سيجمنتيشن كده مش هنعمل اي حاجه غير ان احنا ندوس اوكي رن. هو النت بس تقيل شويه، المفروض ان هو يفتح لي هنا كده. كان المفروض ان هو يفتح لي وصف للتول دي بالتفصيل، هي عباره عن ايه. لو انا دوست كده ممكن اعمل سيرش بقى على التول بتاعتي، يعني اكتب مثلا ستريم سيجمنتيشن، وليه هو يبدأ يظهر لي كل المعلومات بتاعتها. طيب anyways، بعد ستريم ديفينيشن ستريم سيجمنتيشن ممكن بعد كده نعمل درينج لاين بروسيسنج. عايزين الستريم لينك اللي هو str.link.dev، وعايزين الفلو دايركشن، والاوت بتاعنا هيبقى هو الدرينج لاين شيب فايل من نوع بولي لاين، هيحطه في الجي داتا بيز اللي اسمها درنا.gdb، جواها فولدر اسمه layers. اوكي، هو بيميل ان هو يحط الشيب فايلز جوه جي داتا بيز. بعد الدرينج لاين بروسيسنج المفروض ان احنا عايزين نعمل كاتشمنت جريد delineation باستخدام الفلو دايركشن راستر والستريم لينك راستر. كده هو المفروض ان هو خلص، خلاص مفيش اي ايرورز، مفيش اي مشاكل، وده برضو كاتشمنت جريد ديلينيشن. هقول له ران. بعد كاتشمنت جريد ديلينيشن محتاج ان انا اعمل كاتشمنت بوليجون بروسيسنج، او كاني بقول يعني راستر تو بوليجون، فلازم الانبوت بتاعي يبقى هو الانبوت كاتشمنت راستر اللي هي هتطلع لي، اللي هي اسمها كات دوت تيف، والاوتبوت اوريدي هتتحط مع اللايرز اللي جوه الجي داتا بيز هيبقى اسمها كاتشمنت. رن. ولحد النقطه دي احنا المفروض ان احنا كنا بعد كده بقى في الارك هايدرو اللي في الارك ماب، ان احنا كنا بنعمل باتش ووتر شيد ديلينيشن، نحط باتش بوينتس، وبعد ما نحط باتش بوينتس بنبدا ان احنا نقول له اعمل لي ديلينيشن عند النقاط دي. اوكي، بقى في خطوة برضو محتاجين نعملها اللي هي اسمها adjoint catchment processing. تمام. ال adjoint catchment processing عايزة ايه؟ عايزة ال drainage line feature class، وعايزة ال input catchment feature class. اوكي، وهي هتخرج لي ال adjoint catchment برضو ك shape file من نوع polygon، اللي هي تربيط ال catchment ببعض بدلالة التقاء الستريمز مع بعضها. يعني أقول له run. أتأكد بس أنا عامل مجموعة الخطوات دي مظبوطة ورا بعض وما انساش أي كوماند منهم عشان ما يحصليش أي مشاكل. زي ما قلنا الأدجوينت كاتشمنت هيبدأ بيجمع لي مجموعة الستريمز مع بعض في one catchment، ومجموعة الستريمز مع اللي مع بعض يعني في one catchment and so on. تمام. لو جينا بقى عايزين نكاريت مجموعة من البوينتس، احنا كنا بندوس باتش ووتر شيد ديلينيشن، وبعد كده نعمل نحط باتش بوينتس الأول، وبعد كده نعمل باتش ووتر شيد ديلينيشن. الحقيقة الأرك برو مفهوش كده، بس هنلاقي إن هو فيه كوماند اسمه بوينت ديلينيتور، شبه شوية الباتش بوينت. هندوس عليه كده لأن هو فتحه لنا هنا، أو ممكن كنا لو عايزين نشوف المسار بتاعه برضه هنلاقيه ان هو موجود جوه التول بوكس بتاعت الارك هايدرو برو، هنلاقيه ان هو موجود هنا. لو عملنا سيرش عليه مثلا كتبنا هنا بوينت جينيتور وهنقول له لوكيت،
لو قلنا اللوكيت المفروض ان هو كان ياخدنا ليه المسار بتاعها او المكان بتاعها فين جوه التول بوكس. اوكي طيب anyways احنا عايزين البوينت لينيتور دي، فلو دوسنا عليها هيقول لي input batch point feature class، يا اما ادوس هنا كده عشان انا اكريت بوينتس، يا اما انا ممكن اكريتها بمعرفتي واقول له خد البوينت فيتشر كلاس من النقطه دي، وهيحتاج الفلو دايركشن اللي هو الاف دي ار، وهيحتاج الستريم راستر اس تي ار، وهيحتاج السناب ستريم لاين اللي هو هيبقى الدرينج لاين بتاعنا، وهيحتاج الكاتشمنت فيتشر كلاس اللي هي الكاتشمنت، والادجوينت كاتشمنت فيتشر كلاس. كل ده محتاج يبقى احنا فاضل ان احنا نكريت شيب فايل من نوع بوينت. فاجي هنا هقول له في الانسرت او في فيو، هقول له فيو كاتالوج فيو، يبدا يكريت لي تابه كده للكاتالوج، هروح للمسار بتاع المشروع بتاعي واقول له كريت لي جوه الجي داتا بيز جوه اللايرز كريت لي نيو فيتشر كلاس سميها وليكن وادي اوتلتس، او ممكن اسميها اوتلتس على طول. الاليس لو عايز اكتبه او ممكن ما اكتبوش، الاليس ده اللي هو الاسم اللي بيعبر عنها، ممكن اخليه نفس الاسم. عايزها بوينت ما فيهاش اي كوردينيت زد فاليوز. نكست ممكن اد نيو فيلد اسميه مثلا نيم، بيكون من نوع تكست عشان اكتب فيه براحتي بوينت 1 بوينت 2 بوينت 3 وهكذا. نكست هو اوريدي شايف ان هو بيديني اختيار ان اختار زون 34 نورث، يس. نكست مفيش حاجه هنا محتاج ان انا اعملها تاني، ممكن ادوس فينش الاقي كريت لي شيب فايل من نوع بوينت. ممكن ارجع تاني للماب بتاعتي واقول له ان انا عايز الاوتلتس دي، بس هي مش موجود فيها حاجه، فانا محتاج ان انا اعمل اديت عليها وابدا ان انا اضيف النقاط بتاعتي في الاماكن اللي انا عايزها. ممكن اكون بقى قافل مثلا كل حاجه وفاتح الاوتلتس وفاتح الدرينج لاين، وبرضه ممكن اكون فاتح الستريم عشان احط البوينت بالظبط فوق الستريم بتاعي، وممكن افتح الدم. طيب وليكن مثلا ان انا اختار منطقه مشروع عشوائيه يعني، او اختار مجموعه نقاط وكانهم يعني منطقه المشروع بتاعتي. وليكن عايز احط بوينت عند النقطه دي، فهاجي هنا في الاوتلتس اقول له ايديت كرييت واختار الاوتلتس، هبدا احط نقطه هنا وليكن مثلا، نقطه تانية مثلا ده عند الوادي ده، اتاكد ان انا حاططها جوه الستريم راستر وعلى الرينج لاين قدر الامكان، واحط نقطه تالتة مثلا عند الوادي ده اللي هو وادي درنا. ونقطة هنا ونقطة هنا كمان، ونكتفي بالخمس أودية دول. ممكن أقول سيف يس وأرجع تاني لي البوينت ديلينيتور بتاعي، أقول له خلاص أنا عايز الأوتلتس دي، كل حاجة إحنا مظبطينها جاهزة. ممكن أدوس رن. المشكلة هنا إن هو في الغالب هنلاقيه إن هو اختار كاتشمنت واحدة بس، وهي دي اللي عمل لها الران بتاعتها، وده حتى لو احنا مش عاملين سيلكشن للنقطة دي. يعني لو احنا عملنا كلير للسيلكشن من غير حتى ما اعمل سيلكشن للنقطة دي، طبعا هو الحاجات اللي كريتها دي هتبقى ميموري، موجودة في الميموري فقط، ميموري فيتشر كلاس، يعني هي ملهاش مكان معين على الجهاز، فممكن انا ممكن اشيلهم. هو عمل delineation ل only one catchment، ممكن اشيلها. طيب اجرب تاني كده، انا مش مختار اي نقطه، مختار سايب كل النقاط كلير ان ان سيلكتد، واقول له ران. الغالب برضو ان انا الاقيه عمل سيلكشن ل ووتر شيد واحده. في الحاله دي ممكن يكون الافضل ان احنا نكمل اظهار الووتر شيدز عن طريق استخدام عمل نفس الكلام، عن طريق استخدام الهيدرولوجي فولدر اللي جوه السبيشال اناليست تولز.
تمام مش عايزها خلاص. فممكن اروح جوه الهيدرولوجي اقول له بقى ايه، اقول له ان انا عايز الشيب فايل اللي هو اسمه اوتلس ده، عايز اعمل سناب باور بوينت، عايزك تعمل له سناب، تسناب اللير اللي هي اسمها اوتلتس اللي هي البوينت شيب فايل، فاعمل لي سناب دي اللير اللي اسمها اوتلتس اللي هي بوينت. ده الاوبجكت اي دي، احنا لو فتحناها هنلاقي انها جواها تيبل في كولوم اسمه اوبجكت اي دي، النيم ده فاضي. كان ممكن مثلا لو احنا عملنا ايديت نكتب وليكن خلينا هنا مثلا ايديت نكتب بوينت 1، هنا بوينت 2، 3، 4، 5. كان ممكن طبعا اعملها بشكل اسهل لو انا قلت هنا calculate field، قلت ان هو يبقى بيساوي مثلا ال pt underscore 0 and object id، فيكتب لي على طول anyways. يعني هقول له save yes، كده هو كريت لي كتب لي المعلومات اللي انا عايزها. ممكن اقفل التيبل ده انا مش عايزه خلاص. وكان ممكن ما استخدمش الاوبجكت اي دي، كان ممكن استخدم هو عايز هنا عايز حاجه تكون مش تكست، عايز حاجه انها تكون دبل، فخلاص اوكي الاوبجكت اي دي مفيش مشاكل. بيقول لي بقى هات الاكيوميليشن راستر. هو هنا بيعمل ايه سناب بور بوينت ده؟ هو بيسناب البوينت بتاعتي لاقرب نقطه على الفلو اكيوميليشن باعلى قيمه، يعني هيشوف اللي هي غالبا بتبقى الدوميننت ستريم او الستريم بتاعي. فانا اقول له هنا عايز انك تسناب لي الفلو اكيوميليشن، الاوتبوت راستر بتاعي خليه فيه الجاي اس عادي، هسميه مثلا سناب سناب بوينتس سيف، او ممكن اخليها دوت تف عشان تطلع لي من نوع تف. سناب ديستنس اقول له سناب لو هي في حدود، انا طبعا هنا عشان احط النقطه فوق الستريم ديفينيشن على طول فمش محتاج، بس ممكن للتاكيد اقول له سناب لاكبر قيمه وزن ليميت 50 متر. رن هلاقيه شغال وهيطلع لي بوينت المفروض انها اقرب ما يكون لايه للاوتلتس على اعلى فلو اكيوميليشن. تقريبا هي متشفته 1 سيل حاجه يعني كده، ايه مفيش مشاكل كله زي الفل، اتاكد من كل النقاط مظبوط مظبوط تمام. الخطوه اللي بعد كده ابدا اقول له طلع لي الووتر شيد بتاعتي، الانبوت دي 8 فلو دايركشن اللي هو 8 اتجاهات بتاعه الفلو دايركشن اللي هو عايز يعني من الاخر الفلو دايركشن، الراستر او الفيتشر بور بوينت داتا، هقول له ان انا عايز السناب بوينتس دوت تيف، البور بوينت فاليو هي نسيبها الفاليو از ات از، الاوتبوت راستر هو خلينا نسميها مثلا موتر شد راستر دوت تيف. تمام انا هنا عايزها تكون موجوده على الجي اي اس على طول، مش عايزها تبقى في جي داتابيز عادي. ران المفروض ان هو كده يطلع لي بقى، يبقى عمل ديلينيشن للنقاط كلها اللي يعمل، المفروض ان هو عمل ديلينيشن دي الاوديه كلها عند النقاط اللي انا مختارها. اوكي هو كده عمل ديلينيشن فعلا، جاب لي الاوديه 1 2 3 4 5 كده عملهم كلهم، يعني الوادي الكبير ده هو وادي دارنا اللي هو مساحته تقريبا 500 او 570 كيلومتر. ممكن بعد كده اقول له حول لي ده بقى لشيب فايل زي ما كان المفروض الباتش روتر شد ديلينيشن يعمل، فهقول له راستر تو بوليجون، الانبوت راستر بتاعي هو الووتر شيد راستر، الفيلد هو الفاليو مفيش مشاكل، الاوتبوت بوليجون هحطه بقى فين؟ هحطه جوه درنا، هحطه هنا هسميها ووتر شيد بوليجونز. اوكي
مش محتاج اسمبليفاي بوليجونز، اخرجهم زي ما هما وهقول له run. طيب المفروض ان هو كده خرج لي كل البوليجونز بتوعي. اتاكد بس من حاجه، ساعات الجي اس بيرخم فيها ان هم عدد البوليجونز 5. هنا ما لقيتهمش 5 لان هو ممكن يكون شاف دي كده از انها يعني مقصوصه كان دي ووتر شيد لوحدها، يعني بقيتها كانه ووتر شيد تانيه. فبس محتاج ان انا اعدل الموضوع ده. هنا مثلا بالنسبه لدي ممكن ان انا يعني نقفل كل اللايرز ونفتح مثلا اللاير بتاعت الووتر شاد بوليجونز، ونقول له في الاديت ان احنا عايزين نعمل ايه بقى، نموديفاي وهنسلكت وليكن مثلا هنسلكت دي clear all selections. وهقول له سيلكت الووتر شيد الكبيره دي، المفروض انا عايز اعمل لها ميرج مع الصغيره دي يبقوا كانهم وان بوليجون يعني. طيب هو هنا من الحاجات الرخمه ان انا يعني سيفت وقفلت وفتحت عشان ما كانش راضي يسلكت. هقول له سيلكت الاثنين دول مثلا مع بعض واعمل لهم، عايز اعمل لهم ايه، عايز اعمل لهم ميرج. هدور هنا على حاجه اسمها ميرج. اوكي ميرج تو فيتشرز دول مع بعض، تمام كده دول بقى واحد كبير. ممكن اختار تاني كده اتاكد ان هما بقوا بادي واحد، تمام. لو ان برضو لو انا عايز ما يعني ما يبقوش هما على نفس الفيرتيسيز كده، ممكن ان انا مثلا اضيف حتة صغيرة كده اقفلها بايدي، وليكن هنا مثلا هكتب create جوه الووتر شيد بوليجونز. عايز ازود مثلا حاجة بالمنظر ده، مجرد حاجة صغيرة كده يعني أقفلها، وأقول إن أنا عايز أسلكت دي شيفت وأختار دي كمان، وأقول لهم إن أنا عايز أعمل إيه، عايز أعمل ميرج. هنا موديفاي أعمل ميرج تاني وأقول أوكي. كده بقوا حاجة واحدة وكل فيرتيز متباعد عن التاني. لو مثلا وقفت عليها هدوس موديفاي كده وهدوس edit vertices الاقي كل vertex لوحده. فكده احنا حلينا مشكلة الووتر شيد دي، تمام كده واحد. نتأكد ان بقية الووتر شيدز مظبوطين. هنا برضو في نفس المشكلة، ممكن اقول له هعمل ميرج لي دي مع اختها الكبيرة دي، اقول له ميرج، تمام كده دي مظبوطة دي، تمام. رقم 3 كبير برضو مفيهاش مشاكل. 4 دي يظهر برضو انها فيها مشكلة، ممكن اعمل لها ميرج مع دي. وممكن كمان زي ما احنا اتفقنا نكريت حاجة مجرد زيادة بسيطة يعني ليها عشان ما يبقاش الفيرتيسيز منطبقة على بعضها بشكل غريب كده. اقول له سلكت اختار دي كمان وهعمل ميرج، تمام بقى وان بادي. لو عايز اعدل هنا برضو في الفيرتيسيز ممكن اقول له موديفاي edit vertices وليكن مثلا عايز اشيل الفيرتكس دي ودي كمان، وهنا برضو عايز اشيل دي ويبقى سموث بالمنظر ده، تمام. كده هما 5 ووتر شيدز. ده كده بالنسبة لي مظبوط وما فيهوش مشاكل، كده اتأكدت ان كل حاجة تمام. ممكن اعمل بعد كده سيف، اقول له سيف يس، تمام كده عالجت المشاكل اللي هي سخيفة اللي بتظهر في الووتر شيد بوليجون. ممكن ارجع بعد كده ليه
الجي بروسيسنج، وارجع تاني لي التول بوكس بتاع الارك هايدرو، وهقول له بقى ان انا عايز اطلع اللونجست فلو باث، ده اللي هو يمكن مش موجود في الهيدرولوجي فولدر اللي جوه السبيشال اناليست تول. فاقول له ان انا عايز اطلع اللونجست فلو باث، ادور على حاجه انا اسمها لونجست فلو باث. اوكي، الانبوت درينج اريا هي الووتر شيد بوليجونز، الفلو دايركشن جريد هو ال FDR، واللونجست فلو باث الاوتبوت بتاعي هيكون جوه الديرنا دوت جي دي بي جوه فولدر اسمه layers. run hopefully يعني ان هو يشتغل تمام. هنا في ديتيلز عمال بيقول لي ان هو عمل بروسيسنج للاولاني، فيتشر الاولاني، التاني من خمسه وهكذا. والحقيقه انا عندي ملاحظه هنا ان هو ابطا شويه من الارك ماب، يمكن الارك ماب يوزر فريندلي اكتر منه، او بيخلص التاسك دي في وقت اسرع بكتير، مش عارف ايه السبب ان الارك هيدرو برو يعني ابطا شويه الحقيقه. تمام، خد وقت معايا كتير الحقيقه، يعني هو بدا الساعه 4:57 ومكمل يعني اكتر من 3 دقايق في 5 6 ووتر شيدز، ده وقت كتير جدا الحقيقه. المفروض الارك ماب ممكن يخلص الموضوع ده في حوالي مثلا 30 ثانية ماكسيمم أو أقل من كده كمان، وقت كتير جدا الحقيقة خده. يعني هو بدأ من 4:57 وخلص في 3 دقايق 59 ثانية، خلص في 4 دقايق، فتقريبا كان بياخد وقت كتير قرب 3 4 دقيقة يعني في كل فيتشر، which is too much. بس anyways المفروض إن هو هنا خلص. لو قفلنا الميدج لاين هنلاقي إن هو طلع لي ال long slow paths لكل catchment as usual يعني زي الارك ماب. لو جينا هنا في السيمبولوجي برضو حبينا نتأكد زي ما قلنا من ان الدايركشنز مظبوطة، مفيش اي حاجة محتاجة يتعمل لها فليب لاين. تمام، ممكن هنا في السيمبولوجي لو انا عايز اعدل في البروبرتيز بتاعة اللاين بتاعي، ولا مثلا يكون وليكن 10، اللون بتاعه عايزه يبقى ازرق، ابلاي. ماشي، هنا الشيب ميكر بتاع السهم بتاعي عايزه يكون وليكن مثلا 25، عايزين بس نظهره يبقى واضح بالنسبة لنا. انا كده مطمن ان مش محتاج اعمل فليب لاين الحقيقة لأي حاجة. لو كان عندي مشكلة في أي حاجة زي ما قلنا في بعض السوفت ويرز لما تعمل الديلينيشن اوتوماتيك بروسيس اللاين بيكون معكوس، ده في الحالة دي بنعمل بنكتب اوردر فليب لاين زي موجود هنا كده، يعكس لي البداية والنهاية بتاعته. اوكي، طيب هدوس اللي هو فليب ده، او ممكن اكتب ريفرس لاين هيظهر لي برضو. هيظهر لي اللي هو الاوردر اللي اسمه فليب لاين، وهيشرح لي هنا ان هو بيعمل ايه، بيقلب الاتجاه بتاع اللاين بتاعي. المفروض ان انا لو دوست على علامة السهم ده هتلاقيه بيقول لك reverse the from to direction of line feature. تمام، انا هنا الدنيا تمام بالنسبة لي، فهكتفي بآخر خطوة موجودة عندي خالص اللي هي ان انا عايز اعمل السلوب 10:85. فاجي هنا في اللاين processing هقول له عايز اللاين parameters from 2D line، الانبوت ديم راستر بتاعتي قلنا في ناس بتاخدها الفيل، في ناس بتاخدها الديم بروجكتد. anyways انت كده كده ترجع تريفيزت وتريفايز التيبل بتاع السلوب 10:85. قبل ما نعمل الخطوه دي لو جينا فتحنا الاتريبيوت تيبل مش هنلاقي ان هو فيه معلومات كتيره غير الهايدرو اي دي والدرين اي دي والشيب لينث. لو عملنا الخطوه دي هنلاقي ان هو ضاف لنا كل المعلومات اللي احنا عايزين نعرفها. 2D لاين بتاعنا هو اللونج سلو باث، والاوتبوت هيحطه في نفس المكان. طيب انا ممكن انا برضو اصغر الكتابة بتاعته، خليها مثلا سلوب 10:85 وهقول له رن. ساعات يرضى لو دوست رن مرة واحدة، ساعات يرضى لما ادوس دوستين، ايا كان يعني المهم ان هو يخلص. وخلينا نشوف هياخد وقت قد ايه برضو، وهنا خد 20 ثانية برضو. الحقيقة الارك ماب كان هياخد ممكن from 1 to 5 seconds، عندي ملاحظة ان الارك بلو بياخد وقت اكتر شوية. وهنلاقي ان هو ضاف لنا هنا مجموعة الحاجات اللي احنا قلنا هنستعملها، السلوب فيت مايل، السلوب 10:85 فيت مايل، السلوب
احنا يهمنا اكتر حاجات اللي هما الاليفيشن اب وداون و10 و5 و80، وبطلع لي برضه اللينث بالمايل واللينث بالكيلومتر. ممكن ساعتها ان انا اكسبورت الكلام ده للاكسل عندي، او ان انا اخد الخطوه اللي بعد كده ان انا ابدا احسب الديسيت شارج. وكده ان احنا نكون خلصنا خط الديلينيشن او البروسيس بتاعه الاوتوماتيك ديلينيشن. قلنا بعد كده في تدقيق للاوديه والتاكد من مساراتها باستخدام التوبوجرافيك مابس وباستخدام الساتلايت ايمجريز المختلفه، بس احنا لحد النقطه دي نكون خلصنا الاوتوماتيك ديلينيشن. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.